المباراة النهائية كان بدافع وحافز قوي لدى اللعيبه واداره النادي الاهلي وجماهير الاهلاويه التي تثق في كل اللعيبه وتثق في اداره النادي الاهلي في العوده للتتويج واعتلاء منصه التتويج الافريقيه بعد غياب 4 سنين من 2013. اعتقد ان الاهلي برضو قادر ان هو يحقق البطوله التاسعه ويواصل هيمنته على البطولات الافريقيه ويواصل زعامه القاره الافريقيه والبحث عن العوده مره اخرى الاكثر تتويجا في العالم بالمشاركه في مونديال الانديه بالاضافه الى كاس السوبر. اكيد لعيبه الاهلي مركزين جدا، الكابتن حسام البدري برضو في الفتره الاخيره حاول يبعد اللعيبه عن الضغط الجماهيري والضغط الصحافه والسوشيال ميديا بالتركيز ومعسكر في اسكندريه بعد تخطي النجم الساحلي بسباعيه في مباراتي الذهاب والعوده. المباراه طبعا صعبه جدا، مباراه مختلفه تماما. انت بتتكلم فريق الوداد، يعني النهارده كنت ببص على احصائيه كده، الاهلي هو اقوى هجوم في البطوله حوالي 19 هدف، في المقابل فريق الوداد هو اقوى دفاع دخل فيه 6 اهداف فقط. فبالتالي المباراه انا يعني وجهه نظري ان هي ما بين اقوى هجوم واقوى دفاع في البطوله. الاهلي لازم يلعب برضو بنفس الروح اللي لعب بها مباراه النجم الساحلي، لازم يلعب على هدف ان هو يجيب جون في الثانيه الاولى. يعني انت فكره ان انت لازم تلعب اول ربع ساعه لازم تجيب هدف، دي اعتقد هتفرق كتير جدا مع فريق الوداد. الصحافه في المغرب يعني تعامل مع الموقف، هم عارفين ان الوداد قدام مهمه صعبه جدا، هيلعب نادي القرن، فرقه نتائج رائعه على المستوى الافريقي في السنوات الاخيره حتى مع وجود ازمات في الكره المصريه والدوري مش شغال. هم عارفين ده كويس، ان النادي الاهلي في افريقيا حاجه تانية خالص، فهم دايما بيحذروا من ان هم يعني ما يدوش المباراه حجمها الطبيعي او يحصل تراخي او يحصل استهتار. مجمل لقاءات الاهلي والانديه المغربيه دي جزئيه مهمه ان احنا بنبقى عاملين لها فلاش باك للجمهور عشان يبقى عارف تاريخ النادي الاهلي مع الانديه المغربيه تحديدا. انا شايفه ان دي من اهم الحاجات اللي ممكن يتم تناولها، بلس انه الفرق المصريه سواء اهلي او يعني اهلي اكتر ومنتخب مصر صعب جدا ان هم يخسروا نهائيات، بيبقوا عندهم شخصيه البطل، وفكره انه طول الوقت شخصيه البطل تحديدا مع النادي الاهلي هي اللي بتبقى الصفه الغالبه مع مواجهه اي فريق كبير. طبعا ده ماتش مهم جدا واحنا كاعلام بنتناوله ان احنا بنركز عليه، دي بطوله في الاخر هتصب لمصلحه مصر، انت بتلعب قدام بلد غريب المفروض الاعلام مش بيبص لها اصلا هي اهلي او زمالك، بنبص لها ان هي بطوله مصريه. طبعا ماتش صعب، ما ينفعش نتكلم ان هو ماتش سهل، مهما كانت نتيجه الاهلي في نص النهائي او الاداء اللي عمله نتيجه كبيره لا مش مقياس، بالعكس نتيجه النجم دي سلاح ذو حدين بالنسبه للاهلي. المهمه تقيله جدا على كابتن حسام بدري، طبعا نتمنى الشفاء لبنته، موقف صعب، اجواء ممكن تكون مش كويسه حوالين الفريق، فبنتمنى لهم نفوز ان شاء الله يعملوا نتيجه كويسه على ارضنا علشان لما نروح هناك المغرب يتأهل إن شاء الله ويجيب نتيجة كويسة.